البشرة الصافية الخالية من الحبوب والتجاعيد هي حلم كل الشباب والصبايا، ولكن اليوم رح نحكي عن مشكلة شائعة بنسبة كتير كبيرة ولا سيما عند المراهقين حب الشباب. هي المشكلة اللي ممكن تكون نتيجة تغيرات هرمونية جسدية أو ممكن حتى نفسية أو ممكن كمان حتى النظام الغذائي يلعب دور. قد مهم الموضوع اللي يا رشا؟ أكيد هادي، وقد اليوم هاي الحالة بتعمل تأثير سلبي نفسي على الشخص، يعني وخاصة وقت اللي بيكون هو بعمر المراهقة وبتظهر هاي الحبوب بحاول يخفيها بأي طريقة أو بحاول أنه حتى هو ما يطلع من البيت كرمال الناس ما تتنمر عليه. اليوم رح نروح لنعرف شو أهم التقنيات المستخدمة لعلاج حبوب الشباب، أيضا رح نروح نتعرف على الأسباب الأنواع وخطة العلاج. وضيفتنا لليوم هي الدكتورة بتول وهيب، اختصاصية بشرة وتجميل غير جراحي. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحكم يا رب. أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير دكتورة. أهلا وسهلا فيكي. عم نحكي عن موضوع كتير مهم ولا سيما حب الشباب. هي المشكلة ممكن نشوفها يعني شائع بدرجة كتير كبيرة عند فئة الشباب. خبرينا بداية نحن شو بنقصد بحب الشباب؟ هلأ حب الشباب أبدأ تشريحيا اشرح عن حب الشباب. في عنا غدة موجودة بالمسام اسمها الغدة الزهمية. هاي الغدة بتفرز مادة، هاي المادة أساسا شغلها أنه هي ترطب الجلد وترطب الشعرة الموجودة بالمسام. لما هي الغدة بتزيد إفرازها وبنفس الوقت بيزيد مع الخلايا الميتة بيطلع معها، وهذا الشيء بيؤدي لتراكم البكتيريا على سطح الجلد. هذا الشيء اللي بيشكل عنا حب الشباب مبدئيا، وإذا تم التعامل معه بطريقة خاطئة هو اللي بيزيد. بس هي بتنتج عن كتير عوامل، إن كان من عوامل داخلية وعوامل خارجية. وحب الشباب هو مرض وهو معروف باسم الأكني فولغاريس أو العبد الشائع، وهو الاسم أصلاً الصحيح له أكثر من فكرة حب الشباب، لأنه هو ما بيعتمد على عمر معين، ممكن يمتد لأعمار كمان تانية. بس احنا ممكن يعني لاحظوا اكثر شيء بعمر معين يعني نبلش، او ممكن هو الشائع مثل ما نعرف مجتمعيا انه بلش يراهق، بلش البلوغ عند الشاب او الصبيه، بلش هذا الحب يطلع. ولكن اليوم تعرفنا منك معلومه جديده انه هو ما له عمر محدد ليظهر على لا هو ما له عمر، بس هو ببلش بدايه يعني تحت سن البلوغ. حالات نادرة جدا لنلاقي حدا عنده حب شباب. أكثر شيء ببلش من سن البلوغ، لأنه وقتها ببلش تتغير الهرمونات، بصير في خربطات ما بين الهرمونات الأندروجينية والهرمونات الإستروجين، فهذا الشيء اللي بيخلي الموضوع يزيد بفترة البلوغ. تمام. طيب أنواع. تماما. اي هلا انواع حب الشباب هي انواع كثيره. في انواع هي الحالات الخفيفه تعد، في من الرؤوس السوداء، الرؤوس البيضاء، وبنقلها نحن زيوان مفتوح وزيوان مغلق. وفي كمان الحبوب الناعمه تيجي مؤلمه، وبعدين من هاي الحاله متوسطه بنقول. بالحاله الشديده بيجي فيها الحبوب اللي بتكون ملتهبه اللي بتتعبى بالصديد، وهي حبوب بتكون كبيره ومؤلمه وممكن تتطور لكيسات او حتى خراجات. طبعا حسب نحن امتى بنلحق الحاله باي فيز وباي مرحله، ونحن بنقدر يعني ما نخليها تتطور او نلحقها من اول شيء. طبعا هذا الشيء بيوقينا من كثير اشياء ثانيه لبعدين. طيب انه اكثر اليوم نوع من اللي ذكرتيهم حضرتك دكتوره هو الاشد، خلينا نقول مو خطوره، يعني اشد يعني رحله علاج اطول يعني ويحتاج جهد اكثر؟ اكيد هو الحالات الشديده هي اللي بتحتاج علاج اكثر، لانه نحن لما بنبلش بالعلاج باول شيء لما بيكون في عندنا بس مجرد رؤوس سوداء ورؤوس بيضاء بتكون العلاج اخف، ما بنضطر ناخذ شيء جهازي او مثلا ادويه فمويه. نفوت للمرحلة المتوسطة بيكون العلاج لساتنا يعني بالهين شوي، بعدين لما نفوت بالحالات الشديدة بصير العلاج هون صعب كتير، نضطر ناخذ مضادات حيوية فموية، وممكن نضطر أوقات لحقن كورتيكوستيرويدات بمكان السيست أو الكيسة المتشكلة الناتجة أو الخراج الناتج يعني عن تفاقم مشكلة حب الشباب. تمام دكتورة بتول، خلينا نحكي عن الأسباب المؤدية اليوم لحب الشباب. ذكرنا بالمقدمة ممكن تكون أسباب هرمونية جسدية أو حتى نظام غذائي، خبرينا اكثر هل هي ده الشيء فعلا ممكن اليوم يسبب لنا حب الشباب، ام في يمكن اسباب ثانيه احنا ممكن نكون غافلين عنها وفعلا سبب لنا هي المشكله؟ اي صحيح صحيح، المشاكل الهرمونيه والنظام الغذائي هو من اهم المشاكل اللي ممكن تؤدي لحب الشباب. هلا المشاكل الهرمونيه بشكل اساسي، هلا احنا اذا بدنا نرجع على الجذر ككل، الهرمون هو الاساسي. بس ممكن شو الشيء اللي ممكن يؤدي للتغيرات الهرمونيه؟ ممكن اوقات على الحمل، متلازمه البي سي او او تكيسات المبايض،
الدورة الشهرية، هذا كلياته. والشيء الأساسي الأساسي والشائع وحسب الحالات اللي عم تجي لعندي على العيادة وعم شوفها غالبا عم تكون توتر وقلق. ليش نحن ملاقيها أكثر شيء شيوعا عند الشباب؟ لأنه فترة الشباب، فترة الدراسة، فترة الامتحانات هي أكثر فترة بيشتد فيها حالات حب الشباب من كثر التوتر والقلق اللي بصير، وغير هيك بيقعدوا بيلعبوا فيها وهن عم يدرسوا، هذا بتكون حبة وتصير حبوب. فهذا الموضوع هو اللي أكثر شيء بيأثر. ممكن أوقات بعض الأدوية تؤدي كمان لخربطات هرمونية، هذا الشيء كمان بيخلي الحبوب تزيد. بس أكثر شيء نحن عم نشوفه هي القلق والتوتر اللي ناتج عن ضغوطات الحياة أو الدراسة عند المراهقين، وبالإضافة للتغيرات الهرمونية اللي بتصير بشكل طبيعي. صحيح دكتورة، دائما الحالة النفسية بتلعب دور جدا مهم بالبشر. بتشوفي اليوم أشخاص يعني بتقولي لها اليوم بشرتك تعبانة، طالع لك حبوب، يعني بتكون عم يعني بيبين دغري مثل الشيء الداخلي بيظهر على الوجه بهدول القصص. صحيح. إذا بدنا نروح للعلاجات التقليدية، يعني بجوز أحيانا منها بيكون شائعة وخاطئة بنفس الوقت. هلا صراحة في كتير علاجات تقليدية شائعة. هلا أول شيء هذا أكثر شيء شائع وبشوفه بكتير العالم عم تساوي هذا الشيء بطريقة كتير غلط، هو إنه أول ما تطلع لحبة هي في ناس عندها اياها فوبيا. هذا الشيء والله عم تترك اثار، يعني عم تكون يعني يا محلى علاج الحبه على علاج الاثر بعدين. عم تترك اثار وحفر بالوش، عم اوقات ما عم تروح ولا باي طريقه، عم تكون الاثر كثير بشع. فهذا اكثر شيء خاطئ. غير الخلطات المنزليه اللي عم تنعمل، خل التفاح وزيت الزيتون والنشا وماء الورد والبيض ولا السكرابات والسكر اللي بيمسكوه هيك بيتعكوا وشهم فيها، هذا دمار. هذا البشره يعني اذا فيها حب شباب ملتهب. طيب نسمع اليوم كثير عن تقنية تقشير البشرة، خبرينا أكثر عنها، عن إيجابياتها وسلبياتها، بأي عمر ممكن نحن نستعملها، أو أي إجراءات ممكن تكون قبل هيدا التقشير. هلا تقنيات التقشير كثير كثيرة. هلا أنا صراحة ما بفضل نستخدم أي نوع من التقشير إن كانت كيميائي أو في حالة وجود حب شباب. أنا بفضل ينعمل التقشير لما بيكون في ندب أو آثار، يعني إذا لما بيكون عندنا حب شباب إذا بدنا نعالجه، نحن بنعالجه بطريقة واحدة هي إنه نحن نمشي على بروتوكولات علاجية معينة كروتين أو كأدوية. لما نحن نتخلص من حب الشباب ويضل عندنا آثار بسيطة، يعني ممكن يترك تصبغ، نحن بنقول له تصبغ ما بعد الالتهاب أو احمرار ما بعد الالتهاب، وقتها نحن بنضطر نعمل تقشير لطيف أو تقشير عميق. طبعا التقشير له كتير أنواع، مثل ما قلت لكم في لطيف وفي عميق. التقشير اللطيف نحن أوقات بنستخدمه بكريمات موضعية، بسيرومات مثل الساسيليك أسيد، جلايكوليك أسيد، هدول بيعملوا تقشير لطيف للبشرة، بدهم وقت أطول، الالتزام بيخف العلامة وبيروح. أما لما بيكون في علامة عميق، نحن بنضطر نعمل تقشير عميق. ممكن في تقشير كيميائي، هذا الشيء بيجدد البشرة، بيرد على تحفيز الكولاجين من أول وجديد البشرة. يعني نحن مثل بنعطي إشارة للدماغ أنه أنا الجلد القديم اللي عندي انتزع، عطيني جلد جديد. أو تقنية المايكرو نيدلينج أو اللي هي المعروفة بالدرمابن. كمان نحن بنعمل مثل هولز بقلب البشرة، هدول اللي هن ثقوب أو خروم نحن بنقلهم. نحن مثل بنعمل إصابة أو أذية بالبشرة. كمان نفس الوقت نحن الجلد مثل انه بيقول للدماغ انا صار عندي اذيه، انه بدي الجلد القديم يروح واعطيني جلد جديد. او التقنيه الثالثه الاكثر شيوعا هي الفراكشنال ليزر. بس الفراكشنال ليزر انا ما كثير بفضلها لاصحاب البشره السمراء، لانه ممكن تكون اثاره الجانبيه شوي سيئه. طيب بنسمع ايضا عن اشخاص بيروحوا لحقن البلازما بالوجه، يعني شائعه هي ايضا انه بتصفي الوجه وبتخفف من حب الشباب كونه انت عم تسحبي من دمك نفسه. يعني شو رايك؟ هلا صحيح، هلا انا صراحه البلازما من اكثر العلاجات اللي بحبها. هي حلاوتها انه من نفس الجسم نحن بنسحب الدم وبنسفله وبنفصله، بناخذ نحن ما يسمى بالبي ار بي او البي ار اف حسب طريقه التسفيل. هلا هي كعلاج حب للشباب هي ما بنستخدمها كعلاج حب شباب، بس نحن ممكن نستخدمها أثناء تحرير الندبات أو تقطيع الألياف اللي بنستخدمه لعلاج آثار حب الشباب. تحرير الندبات هو بنعمل بالحالات الندبات العميقة كتير. لما الندبة بتتكون الليف اللي تحت الجلد
بيسحب، يعني بصير في فراغ في الليف بيسحب الجلد لتحت، فبتشكل عندنا هذا الشكل الندبي اللي هيك. فنحن هي سبسشن او تحليل الندبات، نحن بندخل كانيولا تحت الجلد وبنقطع الليف وبنحقن وقتها، ممكن بلازما، ممكن فيلر، ممكن احماض نوويه او امينيه حسب الحاله وحسب شدتها. فممكن نحن نستخدم بهي الحاله البلازما لعلاج الندبات عن طريق سبسشن او تحليل الندبات. اما هي كعلاج ان كان للشعر او للبشره او حتى كاعطاء نضاره او كانتي ايجينج هي تحبيها. رائعه جدا. تمام. اليوم يمكن احنا اكيد بنعرف انه التغييرات الهرمونيه هي لها دور كثير كبير اليوم بهي المشكله، خبرينا اكثر كيف ممكن نعالج هي القصه؟ هلا صراحه وبشكل اساسي التغيرات الهرمونيه اللي بتصير نحن ما بنقدر يعني كيف بدي لك نكافحها، خلينا نقول غير بطريقه واحده هي انه الدايت او النظام الغذائي. يعني نحن نبعد عن الاكل اللي عنده جلايسيميك اندكس مرتفع، اللي هو المؤشر السكر بالدم يكون عالي، يعني مثل الكربوهيدرات الكثيره، السكر، الخبز. نحن لما بنتبع حميه قليله بالكارب الهرمونات بتتضبط اكثر، هرمون الانسولين ما بقى بيرتفع كثير، وهرمون الانسولين بيوقف هرمون النمو اللي هو اساسا الهرمون الابتنائي الاساسي لكل خلايا الجسم ومنها الجلد اللي هو اصلا اكبر عضو بالجسم. فلما نحن نلتزم بالغذاء الصحي هرموناتنا شوي شوي رح تتضبط. تمام. حتى اليوم مثل ما ذكرتي احيانا الصبيه بيكون عندها مشكله او خلل هرموني بتكيس المبايض، اليوم هو مؤشر ايضا على وجود خلل هرموني، بيروحوا لعلاج الوجه فيما بعد ليكتشفوا انه اليوم عندهم خلل تكيس يعني، فمفروض اليوم تشيك يعني قبل ما يروح للعلاج. واليوم حضرتك لك دور بهي القصه، يعني ممكن تطلبي تحاليل، بتطلبي صور لحتى أكيد. تحللي او تشخصي القصه. ايه طبعا اكيد. هلا لما انا بتجيني حاله بدي اسال انا اول شيء عن التاريخ المرضي، التاريخ السريري لهي الحاله، امتى بلشت الحاله، بدي اعرف. بس هو اغلب الاوقات لما بتكون الحاله ناتجه عن كيسات المبيض، الاكثر شيء الحبب بتجمع بهي القرنه اللي هي بتكون ظاهره بالنسبه لحضرتك. ايه طبعا منطقه الحنك، لما بتكون الحبب منطقه الحنك دغري ببين معي انه هو ناتج عن تغيرات هرمونيه ناتجه عن مقاومه الانسولين، يعني احد امراض مقاومه الانسولين اللي مثل تكيسات المبايض مثلا. فهي هون بدنا نضطر نحن نطلب تحاليل، وبدنا اول شيء بتجه له قبل ما نروح لاي دواء ان كان هرموني او دواء كمضاد التهاب هو الحميه الغذائيه. نحن اول شيء بنعمله انه بدنا نوطي مستويات الانسولين بالجسم قدر المستطاع. اول ما نوطي مستويات الانسولين بنروح للبروتوكول العلاجي وقتها المناسب لحاله الجلد. بس الدايت هو اساسي بحاله تكيسات المبيض او الحبوب الشباب الناتجه عن البي سي او او تكيسات المبايض. دايت لا، دايت لا. طيب اليوم قد ايه بتشوفي في حالات من الصبايا بيجوا لعندك على عياده بيقولوا لك انه انا مثلا حابه بشرتي تصير مثل فلانه عملت تقشير بشره، فلانه عملت ابره بروفايلو، اختارت تقنيه معينه، ممكن انت خلص تعملي لها هذا الاجراء التجميلي ام لا؟ اقترح علي شيء يناسب اليوم طبيعه بشرتها، طبيعه اذا هي بتتحسس او لا رح تاخذ استجابه او لا، خبرينا اكثر. لا هلا اكيد اذا انا ماني شايفه المريضه بحاجه هذا الاجراء اكيد ما رح اعمل لها. هلا ممكن اوقات في صبايا صغار بيجوا بيطلبوا ابره البروفايلو، ابره البروفايلو ما بتناسب الا اشخاص بعمر محدد. في اجراءات لصبايا بسن المراهقه حتى لو بشرتهم ظريفه وما فيها خاليه من الحبوب ما فينا نعمل لهم اياها. وفي اجراءات ممكن لناس مثلا لسيدات تكون اكبر بالعمر نضطر نحن نعمل لهم اجراءات مثلا مثل ابره البروفايلو وغيره. طيب دكتوره اليوم السوشيال ميديا هي بوابه للاعلان والدعايه، يعني اليوم نشوف منتجات كثير يعني على مواقع التواصل الاجتماعي لبشره جميله خاليه من الحبوب والى اخره، يعني دعايه. اليوم الصبيه بجوز تروح فورا يعني يصير عندها عامل جذب هذا الاعلان لاختيار هذا المنتج. اليوم نحن كيف قادرين نختار المنتج الصح ونحن بنعرف انه ترطيب البشره هو اهم شيء ويومي مفروض يكون عند الصبيه، شو هو الاخطاء اللي ممكن نحن نروح عليها بالسوشيال ميديا؟ هلا اهم شيء ما بيصير اي صبيه تستخدم اي منتج غير مرخص من وزاره الصحه. المنتج المرخص من وزاره الصحه هو الوحيد المكفول والمضمون. فنحن ما بنروح ولا بنسمع اي شيء. وانا يعني بتمنى من اي صبيه او اي سيده بدها تستخدم اي منتج تسال عليه الدكتور قبل انه هذا المنتج مناسب، هذا المنتج مرخص، بناسبني ولا لا، لانه في حالات افات
بتجي يعني بتجيني على عيادة من وراء الاستخدام الخاطئ لمنتجات اصلا هي منتجات سيئه او رديئه. ف يعني هذا الموضوع يعني لازم حذر. طبعا لازم اي منتج ايا يكن استخدامه لازم يسال عليه الطبيب يعني اللي بتابع عنده الصبية. اما بخصوص الترطيب، هلا انا اكثر مشكله شائعه لاحظتها انه هو استخدام البانتينول كمرطب يومي. هذا الشيء اليوم انت يعني حكيتي شغله عكس كل المفهوم الموجود عند الصبايا، دائما البانتينول هو اهم عنصر مرطب يعني بالنسبه للصبايا. البانتينول هو مرمم، هو فيتامين مهمته ترميم حاجز البشرة إذا كان حاجز البشرة متدمر. فنحن ممكن نستخدمه في حال وجود علاجات تانية، بس نحن ما منلجأ له أبدا كمرطب، لأنه حسب الحالات اللي عم تجيني والدراسات اللي عملتها على المرضى عندي كانت عم يصير في حالات أنه من وراء استخدام البانتينول عم يطلع شعر بالوجه، وبالإضافة لحبوب صغيرة مؤلمة بالنتوءات. فهذا الموضوع كان كتير هاي، فأنا يعني بفضل انه نروح لمرطبات ثانيه. هلا انا على رايي الشخصي بفضل السيراميد. السيراميد بعد استخدام مثلا سيروم الهيلارونيك اسيد على بشره رطبه بيكون كثير ممتاز كمرطب، وهيك بتكون البشره اصلا شبعت وعطت منظر بلامبي، يعني بيعطي منظر ممتلئ مليان، وبنفس الوقت نحن حافظنا على رطوبه البشره ان كان الداخليه وحميناها من العوامل الخارجيه، يعني اذا المي اللي بقلب البشره تتبخر وتطلع. تمام دكتورة، كلنا بنعرف هلا بفصل الصيف قديش البشرة حساسة، ممكن تتعرض لكثير من المشاكل اليوم الصحية والجلدية. خبرينا كيف ممكن نعتني أكثر بصحة بشرتنا خلال فصل الصيف، قديه ممكن ننتبه لموضوع الواقي الشمسي، المرطبات، شرب المي، خبرينا أكثر عن هي التفاصيل. هلا أهم شيء وأهم ما هو مثل ما ذكرتي هايدي إنه استخدام الواقي الشمسي. في كثير صبايا أوقات بيشتكوا بيقولوا لي إنه أنا عم بستخدم الواقي الشمسي بس رغم هيك عم صبر، رغم هيك أنا حاسة إنه الشمس عم تأثر علي. هذا الشيء بيكون نتيجة الاستخدام الخاطئ للواقي الشمسي. يعني هلا أهم شيء إنه نحن عند استخدام الواقي الشمسي نحطه، نستنى ربع ساعة ونطلع بالشمس، ولازم يتبدل كل ساعتين، خاصة بهي حرارة الشمس هلا، واللي عندها مثلا اضطرارات يومية مضطرة تطلع مثلا بالشمس ما بين الساعة 2:00 للأربعة الظهر، هون الشمس تكون أقوى ما يمكن. أيوة تمام بالذروة. فنحن بنحاول نكون نلتزم بالواقي الشمسي وتبديله كل ساعتين، والترطيب ضروري أكيد، بس نستخدم المرطب صح مو البانتينول. الواقي الشمسي يعني عم تقولي بتبدل كل ساعتين، لازم. هل هو ممكن نحط تحت كريم الأساس؟ طبعا ممكن، إذا هلا أنا ما بفضل انه اصلا كريم الاساس ينحط، يعني اذا نحن حافظنا على جمال بشرتنا ونضارتها واعتنينا فيها نحن اصلا ما بنضطر بقى للفوند. اليوم في انواع بتحسي الواقي الشمسي بيكون فيها نسبه فوند، انت مع هاي النسبه؟ ايه انا من وجهه نظري افضل من استخدام الفوند. يمكن بتوفر يعني عناء على الصبيه. هلا هي تماما نوعين. هلا هي اكيد اكيد، هلا الصبيه اللي بتحب الميك اب او بتستخدم الميك اب، هو اغلب الصبايا اللي بيكون عندهم حبوب ببشرتهم بيكون اوقات من استخدام الميك اب الخاطئ، الطبقات اللي بتنحط. رغم هيك اوقات بتقول لي انا عم بستخدم واقي شمسي بلون بس فوقه بحط فوند. هذا الشيء غلط، يعني انا بفضل يستخدم الواقي الشمسي يكون ناعم ولطيف على البشره مع كونسيلر خفيف. اذا كثير الصبية حابة تطلع بمنظر انه هي بشرتها تعبانة اليوم هي كذا، كونسيلر فقط لا غير. اما الميك اب بشكل يومي كمان هو من اكثر الاشياء اللي ممكن تسبب الكومودونز بالبشرة وتسد المسام وتطلع لنا حبوب وزيوان وغيره. اكيد يعني معلومات طبية وصحية كثير مهمة. بدنا نشكرك كثير دكتورة بتول لوجودك معنا لليوم، واكيد بالسلامة للجميع. العفو حبيبتي. شكرا دكتورة هيك لهالصباح الجميل، ودائما هيك بنسعى نحن لحصول على هيئة البشرة، شوية توصيات نحن قادرين نوصل للنتيجة المرضية. شكرا لك. اهلا وسهلا.